اش عطاوني من دبا شكرا حتى هذه الطوموبيل في التقليعه تاع حتى تلعب بيك خويا انا انت نقصتني شي تطبع او حاولي ديرو راح فارس يا خوتي راح بابا بابا يا خوتي راح شجرة السلام عليكم نسلم على الشجرة نموت على الطبيعة يحسب سلم يدرك خبالة حكا حكا صنص بينا الحشوة يطلع من البلوش بيك سهل اوكي يا جاي معليش افهمها بعيد ما تعرفش مش عارف يا جماعة راح يروح قال وقتنا هو وقتكم شوف سول لما شاري راح باللي فيها اللوش لما فيها ايش مويت على البالو ويت هذا راح فارس سلم عليهم سلم على الشهداء اللي معك يا خوتي ما قريبا راح علينا راح عشيش سلم 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 رزق علينا احنا دمولي من حاسب هذا خبر قارب اللي ميديش فيها لما نجمع شوفوا جماعة كاين زوج طرق فارس شي خير guess what what درت بان مريكم فارس طرح تسمع ليش لكم مجمع آني حنخسر صح دعوة الخير شتو دعوة الخير اجمع عليك ولك هدي دعوة جدك ودعوة امك وكاع كاع من هادو الصوالح انا بس انا عندي طنوبيل تفيبري وحدة اصبر 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 بكلي الاكسيليري نزرع لها هاك فارس راه يفريني والله لو خلعني كي راه يتيزي الاس وين فانا هو الاس تاعو اصبر نشوف الطريق اصبر
فاز ماشي من هل انا في من من يعرف هي راه نشوف تكوتا ما بغيت نلعب ما شاء الله ياي يا سمير يهديك رب يسلم تمام قدامهم قدامهم في الفيديو زعما تقول لي بلي نسنى فيك دوك شوف المستنيه تاعك في الجدير انا عرف انا نحس الله ربي مش عارف اتربى تربى مرض بلا قريب تربى مش عارف هي اللي كاين سنة اسطوب سقمتك ها؟ استغفر الله العظيم علاه دير لي بوست ما فهمتش سبلو دي بيكانتو ما طلعش ولا شتاه على دوك الديرونجيه غير واحد شنجيه هاه روح منا طريق روح منا ها الموضوع ها اله الا الله دير فيهم الخير وتحسن نشوف ليش يا خويا شوف في شرف ما منا روح منا ها وشوف المار حيفريني بيا هنا نحاسب اللي حيفريني بيا ما لحقش غير ربي هو بغى يفريني بصح ما لحقش ولكن نحلو قريب شفتوا بعينكم يا جماعه باكي نظلموا قدامكم ما تقولوش راه فهمتوا ما تقولوش على الوقع تقولوش على وتقولوا لي حقار ولا صح انا دايرها روتين شاك تقسم بالله شا صرالك فارس لفتاة جماعة راح تكون ماشي راح تكون يسون شو قد تكوبي توجد احنا في الجزائر هكا عندنا كونيسيون شو تكوبي لك تروحش قاع تكوبي لك غير شوية هيا حنكملها وحدي فارس راح تك تاني سيو دي فكرني ندير الكونت طرف هي جيني ايه عيطولو ما سمحونا كونيسيون سمحونا ظلمناكم معليش كانت بداية شابة ومشاهدين استمتعوا الفيديو ما فيش بزاف في 9 دقائق وان شاء الله تكون الله غير منا ندخل عاود ندير ريتون شي ما انت ما تطول بعد تدخل كي نوصل نقول لك انت هذاك توصل المشاهدين يعرفوا بلي نخشي قاعد الفارس يكذب يقولكم بلي الحق نعرف صح عندها الروتر اللي كان بصح تستهل لي حالي طلب يشوف شفر ودي كدير عن بكري كيف الحدورة تعجبك؟ المهم ديروا لنا ابوني لسيد هذا اسمه ديف ستيل ام 10 دي 67 هذا هو اللي خدمنا الباركور يعطيه الصحة وني لحقت انا فارس ندخل ونعاد نجوينيك